اللي هو وليد الهفزي الحكم اللي كان معنا منذ ايام لهنا. اليوم احمد كان اجتماع مبرمج بين الجامعه التونسيه وممثلين من الحكام، من بينهم بعض الاسماء منهم الدولي صادق السلمي واسماء اخرى، لكن تم اخلاف الوعد في البارح في وقت متاخر من الليل. بعثوا لهم قالوا لهم انهم تم الغاء الموعد هذا. باش ناخذ اكثر تفاصيل معنا بالتليفون الحكم حكم النخبه وليد الهفزي. مرحبا وليد. مرحبا سلام، ومرحبا بمستمعين ميسك كافيه وبالضيوف الكل. يعطيك صحة وليد. به اول حاجة خلينا نمشيو بالتدرج في الامور. كيفاش كان تنظيم الاجتماع هذا؟ معناها اسكو فما شكون اتصل بكم من الجامعة، من شكون بالضبط؟ لا يا خويا سلام، وقع الاتصال بالحكم الدولي صدق سلمي من طرف احد اعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم. قالوا له معناها عن اجتماع على اساس اليوم مع العشرة مع ممثلين الرابطات باش نشوف الوضعية. ما رأنا معناها مع العشاء غربوع نتاع الليل البارح وقع الاتصال بصدق السالمي زادا، قالوا وقع الغاء الاجتماع، معناها الغاء الاجتماع. الأسباب مجهولة، مازلنا ما نعرفوهاش لحد الآن. اللي اتصل شكون؟ من الجامعة معناها الهيئة التسييرية هذه؟ لا لا، اللي اتصل من أعضاء الإدارة الوطنية للتحكيم اللي تعينوا البارح على رأسهم سي مراد الدعم. باهي، اتصلوا بالحكام الصادق السلمي وتم تعيين مجموعه من الحكام كانوا باش يكونوا موجودين في مقر الجامعه التونسيه لكره القدم باش يحكيوا على الازمه. اليوم العاشر متاع الصباح توا 11 معناتها ما فما حد شيء، ما صار شيء. لا الى حد الان ما صار حد شيء، والامانه معناها الحكام الدوليين والنخبه اللي مستائين معناها من الحاجه اللي صارت، معناها مديت انا حتى مدين يدينا للحوار ونحبوا نشوفوا حل معناها معناها يرضي الناس الكل. الامانه معناها ما فما شيء، ما صار حتى شيء، معناها ما فاهمين شيء معناها. والاكثر من هذا كانه تم معناتها خلينا سامحني في الكلمه، ما خلينا نقولها كما هي، معناها ما حسبوكمش، معناها تم تعيين الحكام كانه ما كنتش تتكلموا جمعه كامله في وسائل الاعلام، كانكم ما كنتش تهدوا معناتها. قال لك واش نبغى طير قرنك بلغتنا العاميه معناها. صحيح، ونحن اخويا اسلام حتى المطالب نتاعنا راهي بسيطه، معناها راهي مطالب مينيموم، معناها كنت باش توفر لي ملعب ولا باش توفر لي حجرات ملابس، ما نتصورش حاجه صعيبه هذه معناها. باهي، فقط ما فماش فما مقابلات ليك دو في الويكاند باش تمشيو يزفروا حكام تعينت والا لا؟ معناها هي الاداره الوطنيه للتحكيم عينت معناها حكام، معناها اللي الحكام اللي عينتهم خويا اسلام يخدموا في الرابطات ويخدموا في الجامعه، معناها فما شويه نوع من التهديد، معناها يا تمشي بالسيف يا لازم تكون مهدد في الخدمه نتاعك. معناها نحن الى حد لين انا متقاطعين معناها البطوله الى حد اللحظه هذه اللي انا معاك، وان شاء الله نكونوا يد واحده وكلمه واحده وقلت ربي باش نمشيوا معناها في الاتجاه الصحيح. معناها كانك ماكش متاكد فما شكون مشي يمشي فما شكون لا في الويكاند ده؟ والله انا قلت لك ثم ضغط كبير، معناها ثم شونتاج، معناها يا تخدم يا تمشي تزفر، فهمت؟ ثم ضغط كبير برشا صاير في الكواليس، وان شاء الله قلت ربي الحكام راهم صامدون، وقلت ربي رانا 80 90% راهم مش مشيو يعني. باهي احمد الصالح ياوي حبيت فعلا معك. انا كنت نسمع فيه قال احنا مدين ايدينا للحوار، راهو اللي مد ايده للحوار ما يمشيش معناتها للاقصى، ما يمشيش يقول انا مانيش مزفر الا ما تعطيني فلوسي. اللي مددوا للحوار فما فاصون، فما طريقه للاحتجاج، فما التدرج، اما نمشيش انا نقول لك خويا راني مانيش مزفر كان كي تعطيني فلوسي ومن بعد نقول لك اجي نتحاور معاك. انت عملت باساج اون فورس، انت مشيت دخلت في معركه تكسر العظام، لا يعني لا يا تعطيني فلوسي وليد. وليد اسمعني خويا، لا لحظه وليد فقط خليه يكمل وبعد نعطيك الجواب. وليد خويا انا راني ما عندي مشكل حتى مع الحكام وما عندي مشكل حتى مع حد، انا انسان نحلل في احداث صايره قدامي. جاوا الحكام تو دانكو قال لك يا خويا انا ما نزفر وانا راني مقاطع الماتش ويت الا ما تخلصني. اي انت كي انا حوار حكيت عليه كان من المفروض انكم تتحاوروا مع المعنيين بالامر وتمشيوا بالتدرج، كانت نجمه تزفر تعمل شارع حمراء من بعد يا خويا تخرج وسائل الاعلام رانا راه باش نعطيكم شهر ولا شهرين راه ما تخلصونيش، باش نعملوا احنا رانا باش نقاطعوا، اما تجيو
ديريكتومون بك الطريقه نتاع اللي مل الشعب التونسي نتاع الطبوريب نتاع معناتها هكا كانوا انسان جا وحط الياجور على السكه ولا عط المرفق عام وبرا انت كسر راسك كانك تعطيني خويا ترقيني ولا تزيدني الفلوس ولا ما نخدمش ما واش باهي هذا. ومن بعد انتم حطيتوا حتى رواحكم في مشكل مع لي كلوب وخاصه مع جماهير الانديه تو باش وليو تحت المجهر كل غلط تلوجوا على الفلوس هاي ورينا شنو باش تعملوا على اساس جماهير الانديه معناها قبل كانت مساندتهم معناتها واضح كل جماعه كل جمهوريه يضرب على جمعيته والحكم عنده كان ربي تفضل وليد وي صح عرفت نجاوبك كلامك غلط قولي علاش على خاطر نحن لبسنا شاره حمراء عنا عام وهددنا بالمقاطعه يا حسونا الوضعيه نتاعنا هذا كل ما صار كي جاء المسيد مشرف العام وعدنا وقعدنا مع بعضنا وحكينا قال باش نسوي وضعيتكم حاطين اليد في اليد وحبينا نخدموا جمعة التالي معناها قالوا لنا أنا باش نعطيكم 30% من مستحقاتكم قلنا ميسالش وطاو نستنيهم ما فماش حتى مشكل ما راعنا معناها نهارين التالي هذا كله ما صارش معناها. وسي صالحي أنت لخصت المطالب متاعنا في المالية هذا مش صحيح نحن المطالب متاعنا راهو تيران مش حكام نخبة يتانيو في الظلام يعجبك انت حكام نخبة يتانيو في الظلام وعلى حد يمشي يزفر دربي ولا يزفر لا لا الظلام هذاك السيناريو سيء سيء الإخراج هذيك حاجه معناتك الصوره اللي تم ترويجها يا اخي انا اولاد القطاع ونعرف دي لا لا مبالغ فيها صوره مبالغ فيها اسمعني نقول لك حاجه اخوي وليد بالله سامحني وليد انا باش نعطيك حاجه انا كنت ربيتر ونعرف راه ماهوش مبالغ فيها كنا سامحني قلتها قبل ونعاودها راه في كنا نترناو وسامحني حاجه العباد اللي تسمع الكلاب السايبه يترناو بحذانا راه وقتاش تكرني وقتاش 4-5 سنين التالي راه ماهوش جديد معناها اليوم تبدل مش الوضع جديد لا قلت له مبالغ فيه معناها يتونوا في الظلام دي حد شيء ذا بحذاك الكلاب الدول معناها خلنا نحكي معنا نتفاعل معها أنا في تقديري قطاع التحكيم والحكام ليسوا في موقع قوة باش يعملوا لنا شونتاج لأنه قطاع التحكيم على مر السنوات هو الذي دمر كرة القدم التونسي هو الذي نزع الاستحقاق نحى الاستحقاق والجدارة اللي ياخذ البطولة كان معناتها سويت الاخطاء ما مش الكل منظومه كامله هي منظومه نحكي على الحكام ماهوش اون بوزيسيون دو فورس هما سبب من الاسباب تدهور كره القدم التونسي وهما اللي ساهموا في نشر المظلوميه وفي في في في, في, في الاحتقان بين الانديه وفي معناتها العلاقات اللي ساءت بين الانديه سويت اللي فوت نتاع لي زاربيتر على مر التاريخ ما يطلبوش فلوسهم لا مش ما يطلبوش فلوس ماكش اون بوزيسيون دو فورس خويا شو واضح بهاو معنا مختار دبوس خلينا نفهم عنده تعليق حبيت رد قبل هذا وليد حبيت الرد علاش ديما خويا صاحي الحكم ديما حلقة الأضعف علاش ديما الحكم خاطر ما عندوش جمهور يدافع عليه يا وليد علاش ديما الحكم كي يطلب معناها تيران حاجات بسيطة حشرات ملابس نروحوا بعرقنا تقول لي أنت تعمل في الشعبوية خويا صاحي قول ترى فيها الشعبوية نحن لنا حكام معناها مسؤولين في الدولة وعندنا وظائف ونخدموا وكل عام نحن شنو معناها ما كنش يعانين مستحقين معناها بيان سي معناها ما كنش مستحقين يا احمد فما صحيح كما قال هو اما فما طلبه زاده راهو ياخذ مصروفه كل جمعه مع عند بو باش يمشي للديبلاسمون ذاك وين 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 قلت لك ما عنديش الجامعه فالسه مختار خلينا ناخذ تعليق من عندك يا جمعيه فالسه اما اقعدوا احكيوا معنا واسمعونا نعرفوا نحن انا نعرفوا معناها السي كمالي دي شد في وضعيه صعيبه في الصحه ونحن هذا كلنا نعرفوه رانا علاش ما صبرتوش معاه معناها علاش ما صبرتوش معاه ها ما عيطوناش عيطونا واحكي معانا وقول لنا يا يجي نعملوا بي في هاو في النهار هذه فين انا باش نخلصوكم هاو غده باش نعطيكم تيران مش هكاك يعني باهي خلينا نسمع مختار وليد علاش ديما هو الحلقه الاضعف علاش ديما حكمنا الحلقه الضعيفه ما يدافع عليك حد وكي نحكي نقول له نعملوا في الشعبويه ماناش نعملوا في الشعبويه واضح وليد خلينا نسمع مختار